كان في الرقصة هذه حقت اللي هي فعلى طول بديت في الرقصة هذه وبعدها خلاص كل ملتقى على طول لازم نجيب رقصة جديدة. معتز بطل كبير نتعلم منه كثير طبعاً يعتبر معتز نعتبره هو القدوة في ألعاب القوة وحاول إني يعني أحب نفس حظه معتز لما يكون بطل زي إن شاء الله.